بسم الله الرحمن الرحيم. هالو بريب 2، ان شاء الله النهارده معادنا مع منهج الهالو يونت 2 اراوند ذا سيتي. اراوند ذا سيتي بمعنى حول المدينه. هنبدا اول حاجه معانا نيو فوكابولري، بعض الكلمات الجديده. اول كلمه معايا هي كلمه فيموس. فيموس معنى مشهور. تاني كلمه كاسل، لاحظنا هنا تي سايلنت بمعنى قلعه. كلمه الثالثه معايا كلمه بيفمنت. وات مين جو بيفمنت معناها رصيف. تاورز، تاورز كلمه جمع بمعنى ابروج ومفردها كلمه تاور. فيو، فيو بمعنى منظر او مشهد. wonderful، wonderful adjective بمعنى رائع. اخر كلمه معايا كلمه بريدج. بريدج بمعنى كوبري. ننتقل للجزء الثاني معايا، هو كان words and opposites، كلمات وعكسها. اول كلمه معايا higher بمعنى اكثر ارتفاعا، عكسها lower انخفاضا. كلمه politely يعني بادب، impolitely بسوء ادب او rudely. wide معناها واسع، ونارو عكسها بمعنى ضيق. بيزي معناها مشغول او مزدحم، وعكسها فري معناها حر. الجزء الثالث معايا هو language notes، بعض الملاحظات اللغويه. هنبدا مع بعض كده باول فيرب عندي هو فيرب دو. دو معناها يفعل او يعمل. انا دو هوم ورك، دو هوم ورك معناها يعمل الواجب. دو اتست يعني يقوم باداء امتحان او اختبار. دو ا بروجكت يعني يقوم بعمل مشروع. do a quiz يعني يقوم بأداء امتحان قصير. الكلمة التانية معايا النهارده هي كلمة dry. dry ليها معنيين، أول معنى كverb معناها يجف، والمعنى التاني كadjective معناها جاف. تعال نشوف كده المثال الأولاني وهي استخدامها كverb. the paint hasn't dried yet يعني الطلاء لم يجف بعد، وهنا كلمة dried معناها يجف. أما كلمة dry كadjective، it was hot summer and the rivers were dry. إنه كان صيفا حارا والأنهار كانت جافة. كلمة dry هنا بمعنى جاف استخدمناها كadjective. الكلمة الثالثة معايا هي كلمة floor. floor ليها معنيين، أول معنى هو الأرضية، والمعنى الثاني معنى الطابق يعني الدور. المعنى الأولاني تعال نشوف كده المثال عليه. there was water in the kitchen floor يعني كان هناك ماء على أرضية الإيه المطبخ، فكلمة floor هنا بمعنى أرضية. المثال الثاني my flat is on the ninth floor بمعنى إن الشقة بتاعتي في الطابق الإيه التاسع يعني في الدور التاسع. يبقى استخدام floor معنى أرضية وبمعنى دور أو طابق. هننتقل للجزء الاخير هو الجرامر، وهي قاعده الجرامر النهارده اللي عندنا نتكلم فيها عن البارت سيمبل او زمن الماضي البسيط. اول حاجه انا هي الفورم يعني تكوين الزمن. ازاي اكون زمن الماضي البسيط؟ بيقول لي عندنا اول حاجه عندنا نوعين من الفيربس، حاجه اسمها regular verbs وحاجه اسمها irregular verbs يعني افعال منتظمه وافعال غير منتظمه. علشان احول اي فعل احوله لزمن الماضي لازم اعرف هو هل الفعل دوت هو regular verbs or irregular verb. اول حاجه ابدا بيها الريجولار فيرب يعني الفعل المنتظم او الافعال المنتظمه. الافعال المنتظمه اللي بحولها للماضي هي اللي بتكون الافعال اللي بضيف لها في اخرها دي او اي دي او اي اي دي. القاعده الثابته عندي ان انا بحط للفعل اخره اي دي. أول مثالين عندنا الـ verb walk بقى في الماضي بتاعه اسمه walked، أما الـ verb play برضه بقى played حطيت له ed في الآخر. أما لو الـ verb انتهى بـ e فبنضيف حرف الـd فقط، زي مثلا الـ verb like. الـ verb like أخو e فبضيف بس حرف الـd. أيضا الـ verb move بضيف له d فقط. طيب الفيرب اخو واي وقبل الواي حرف كونسوننت بشيل حرف الواي خالص وبحط مكانه حرف الاي وبحط الاي دي عادي خالص. مثال على كده الفيرب كاري، اخو واي قبل الواي حرف ار وده حرف كونسوننت يعني حرف ساكن، فبشيل حرف الواي مكانه اي اي دي. الجزء الثاني عندي هو الريجولار فيربس او الافعال غير المنطقه.
الافعال غير منتظمه بتحفظ زي ما هي. مثال الافعال غير منتظمه الفيرب بوت. بوت ما معنى يضع، الماضي بتاعه اسمه بوت وهو فعل ما بيتغيرش، زي كات برضه الماضي بتاعه اسمه كات. افعال بتتغير زي الفيرب جو، الماضي بتاعه از جو اسمه وين. ايت ياكل، ايت اكل، دج يحفر، دج حفر، كم كيم اتى. يبقى احنا كده عرفنا ان في افعال ما بتتغيرش، بتفضل زي ما هي في المضارع في زي الجزء الثاني بتاعنا. هناخد النيجاتيف او النفي. ازاي انفي في زمن الماضي؟ بنفي كلمه واحده اسمها didn't. فبقول مثلا I didn't go، I didn't go، you didn't have، he didn't see. يبقى بحط didn't ما بين السبجكت وما بين الفيرب، ولاحظنا هنا ان الفيرب بيكون فين؟ في الانفينيتيف، يعني ما بيكونش في الماضي، لا بيرجع للمصدر بتاعه، بحط بعد didn't الفعل فين؟ في المصدر. فبقول مثلا you didn't believe، we didn't eat، يعني نحن لم ناكل. الجزء الثالث عندي هو الكويستشن، ازاي اسال زمن الايت. عندنا نوعين من الأسئلة. أول حاجة WH question، يعني السؤال لو بيبدأ ب W word زي كلمة what أو where أو when، وده بيكون تكوينه كالتالي. أول حاجة ببدأ بالquestion word أو WH word، وبعد كده الhelping verb هو ثابت عندي بيكون verb did، وبعد كده subject، وبعد كده الverb infinitive يعني الفعل فين؟ في المصدر، وبعد كده بكمل بقية الجملة بتاعتي. المثال الاولاني what did you play yesterday، يعني ماذا لعبت امس. ادي what ماذا لعبت امس، question word، وبعد كده helping verb اللي هو كلمه did، وبعد كده subject او الفاعل اللي هو you، وبعد كده play الverb infinitive، خلي بالي من ان هو بيكون في المصدر infinitive، وبعد كده yesterday، وديت بقيت الجمله. هننتقل للنوع الثاني هو yes or no question، يعني الاسئله اللي بجاوب عليها yes او no، والاسئله دي بتكون معناها هل. يا ترى هعمل ايه عشان اكون السؤال دوت؟ كنت ببدأ الـ WH question بالـ question word. الحاجة الوحيدة اللي هعملها اللي انا هشيل خالص الـ question word، وحبدأ اول سؤال بتاعي بالـ helping verb اللي هو did. يبقى did معناها هنا ايه؟ معناها هل. ناخد كده مثال did he go last week، يعني اللي هو ذهب الاسبوع الماضي. فهنا الاجابة هتكون حاجة من الاثنين، يا اما yes he did or no he didn't. يبقى انا شلت question word وبدأت اول سؤال بتاعي بالايه؟ بالhelping verb الثابت معي هو كلمة did. نلخص كده السؤال، يبقى احنا عندنا نوعين من الاسئله، yes or no question والinformation question او الاسئله اللي تبدا ب WH. اول حاجه yes or no question ببدا اول حاجه ب did، وبعد كده subject، وبعد كده الverb infinitive يعني الفعل في المصدر، وبعد كده بقيت الجمله. did Tom visit you last week، يعني هل توم زارك الاسبوع الماضي. النوع الثاني information question او WH question، واللي هي بتبدا ب WH word، وبعد كده الhelping verb did، وبعد كده subject، وبعد كده الverb في الانفينيتيف، وبقيت الجملة. رابع حاجة معايا هي الكيوردز او الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط او الباست سيمبل. اول كلمة معايا yesterday معنى امس، last معنى الفائت او الماضي، ago يعني منذ، وبتيجي في اخر الجملة ويجي قبليها مدة زمنية، in the past يعني في الماضي، in 2005 يعني in، ومثال مثلا 2005 في وقت من زمان، in the ancient time في العصور القديمة. اخر جزئية معايا number 5 هي الـ usage يعني الاستخدام. اتضح لينا ان احنا بنستخدم زمن الماضي البسيط في اول حاجة التحدث عن احداث او مواقف في الماضي، زي مثلا كده بقول لك I visited Alexandria last week، يعني انا زرت اسكندرية الاسبوع الماضي. تاني حاجة للتعبير عن عادة في الماضي، فبقول for example when I was a child، عندما كنت طفل، we lived in Alexandria، عشنا فين؟ في الاسكندرية. يبقى دي حاجة او عادة كانت في الماضي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. اشكركم سنة تانية على حسن استماعكم، وان شاء الله نشوفكم في مرة تانية. Thank you for watching and see you next time ان شاء الله.